بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وقلنا في هذه الخواطر إن الإسلام أراد أن يبني الحياة الزوجية على أسس واقعية، لا على أفكار مجنحة لا تثبت أمام الواقع. فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمها، ويعترف بالغرائز فلا يكبتها ولكن يضبطها. وفرق بين الكبت وبين الضبط، فإن الكبت يعمل الداء فيه خفيا حتى يتفجر في كل نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد بدون احتياط، ولكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدها. الله يعلم أن للنفس نوازع وتغيرات، من الجائز جدا أن يحدث خلاف بين الزوجين، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التهذيب والإبقاء، فشرع له إن رأى في امرأته إدلالا بجمالها وبحسنها، وقد يكون رجلا له مزاج خاص في هذه العملية، شرع الله له فترة من الفترات ملكه فيها أن يحلف أن لا يقرب امرأته، ولم يجعلها حرية بل تحلف علشان يبقى مضبوط بإيه؟ يبقى مضبوط بيمين، لأنه يريد العلاج، يريده لو لم يكن مضبوط بيمين يمكن في أي وقت لأي سبب. ولذلك قال الحق: للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. لك أيها الزوج أن تحلف أن لا تقرب امرأتك أربعة أشهر، لكن زيادة عن أربعة أشهر ما يبقاش عملية تأديب، بقى دي عملية إضرار، وهو يريد أن يؤدب أدبا يبقي. فإذا ما تجاوزت المدة يقول له مالكش في دي بقى. والذي يدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الغرائز والميول والعواطف ويقنن لها التقنين السليم، أن الحق يترك لخلافة عمر أن تبين لنا العلة، فيمر عمر رضي الله عنه في عسسه ليلا فيسمع امرأة في جوف الليل تقول الأبيات المشهورة: تطاول هذا الليل وامتد جانبه. ومن الجائز تقول: وكيف سمع عمر وهو ماشي في الشوارع؟ المرأة التي تأتي عندها هذه الحال تترنم في سكون ليل، سكون ليل يبقى ما فيش ضجة، يعني تبقى أي صوت. ألم يسمع المرأة وبنتها في مسألة اللبن؟ سمع، يبقى معناها أن عندها حالة من الوحشة إلى الرجل، ولكن تقوى الله التي منعتها. فذهب عمر رضي الله عنه بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة، وقال لها: يا حفصة، كم
لم تصبر المرأة على بعد الرجل. كلام واضح كده. فقالت له: يا أبتي، من 6 شهور لـ4. فآل عمر على نفسه ألا يبعد جنديا من جنود المسلمين عن أهله 4 أشهر. إذن فقول الحق سبحانه للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر سبق عسس عمر وقال هو له الحق أنه يمتنع 4 أشهر، وبعد ذلك يترك الحق لواقع الحياة أن يصدق الله فيما إيه فيما قال. فعمر يستنبطها كده ويجيبها وتبقى المسألة إيه مسألة سليمة. فإن فاء في الـ4 أشهر يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة، وإن لم يفي نقول له طلق بقى حلو خلاص بعد المسألة إيه وصلت إيه إلى الحد. واختلف العلماء تطلق به طلقة بائنة أو طلقة رجعية. المهم في طلاق، المهم في طلاق، بس الطلاق بائن ولا رجعي؟ ايه الفرق بين بائن وبين رجعي؟ طلاق رجعي من 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 نفس اللفظ ان الزوج له الحق ان يراجع امرأته، ولكن بائنة نقول له لا، بانت منك فلا بد ان تعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. ادي الفرق بين الايه بائنة والرجعية. والبائنة دي بينونة في بينونة صغرى اللي هي تحتاج الى ايه عقد ومهر جديدين، وفي بينونة كبرى اللي هي ذات السلاسل اللي اتطلقت 3 مرات بقى نقوله لا ده بينونة كبرى لا تصح، مش بعقد ومهر جديد، لا ده بزوج بقى يجي علشان بقى ايه يحك مناخيرك. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. خلاص. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني هذه وهي وهذه. يبقى إذن الإسلام واقعي يعطي للبيت المسلم أشياء تنفس عن غضبه، وأشياء تعطي له أن يؤدب أهله، ولكنه لا يحب أن يتمادى الرجل في إيه في التأديب. فإذا من تعال نقول له والله ما دام تجاوزت 4 أشهر بقى يبقى لابد أن يوجد حد إيه فاصل. يوجد حد فاصل. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق. مش تكلم عن الزواج، تكلم عن النكاح، تكلم عن الإلاء، لازم يتكلم عن الطلاق. برضو الكلام في الطلاق كلام واقعي وكلام يناسب الميول الإنسانية. ليه؟ قال لك لأن احنا مدام أغيار أيضا من الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أشياء لم تكن في الحسبان ساعة الإيه؟ ساعة الزواج. ويجوز أن يكون الإنسان في ساعة الزواج مدفوع في غمار ناحية ملكة واحدة، وبعد ذلك ساعة يجيء واقع الحياة تملكه ملكات متعددة. يعني هو ساعة الزواج قد يسيطر عليه فقط مسألة الجنسية، بقية ملكات النفس وزواياها يمكن تبقى مهملة. فإذا ما جاء الواقع وهدأت شرة غرائز الإنسان يبقى تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجده. ايه اللي سترها؟ سعار وعرامة النظرة الواحدة. ما خدش نظرات ايه؟ ما خدش نظرات متعددة. فيجي مثلا اخلاق تبقى متنافرة مثلا، ادي واحدة. ثقافات متنافرة، عواطف متنافرة، والعواطف دي ما بيقننش ليه. من الجائز ان يكون الرجل ليس عنده استعداد ان يكتفي بوليمة جنسية واحدة، فهو لذلك لا يبني حياته على طهر، يريد أن امرأته تبنيها على طهر معه وهو حر في أن يبنيها على إيه. أو تكون المسألة بالعكس، الرجل يريد ذلك والمرأة لا تريد ذلك، ومن هنا يأتي الشقاء.
الشقاء ان واحد منهم يكون عايز الامور تمشي نظيفه طاهره مستوفيه والاخر لا. ربما لو كانوا الاثنين هم يعني عايزينها تبقى وحشه يمكن يغطرشوا ويصهينوا على بعض. وربما راينا مثل هذه الصور. البيوت تشقى امتى؟ حينما لا تكون فيه وحده اسريه. اروني بقى اسره مكونه من زوجين لا يمكن ان يؤدي معنى كلمه الزواج من السكن ومن الموده ومن الرحمه ومن الحنان ومن العطف ومن الامانه ومن حسن العشره ومن ومن ما فيش حاجه زي دي. ياتي قانون مهما كان قويا ليجمع متنافرين في هذه الاشياء ما تتاتش ابدا. ولذلك يحاول القوم عبثا انهم ييجوا ويتأبم على فطرة الله في الإنسان ويعملوا عملية إيه سفسطائية يقول لك طلاق يا سلام لا طلاق لا بلاش. يقول له يا شيخ أنت تقدر تحكم على اثنين أن يتعايشا ليكونا أسرة وهم مش راضين ويا بعض؟ إزاي دي تتأتى تيجي إزاي؟ إزاي إزاي أسرة يبقى الزوج والزوجة عايشين بقوة القانون منها؟ مش ممكن. ده ما كانش عايشة بقوة المقنن الأعلى مش ممكن أبدا. ولذلك الذين يحاولون أن يغيروا فطرة الله وأن يغيروا تكوين الغرائز البشرية وأن يغيروا الميول نقول لهم أنتم جاهلون بأنفسكم وبشريعة ربكم. ومن الخير لكم أن تريحوا الناس من أفكاركم. الحق سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا حكم تكليفي ولا لا؟ ولكنه لم يرد بالأمر لأن الأحكام التكليفية يعملوا كده يا مطلقات يتربصن بأنفسكن ثلاثة إيه؟ يبقى فيه فعل أمر مش كده؟ ما فيش عندنا هنا فعل أمر أبدا. هنا كلام خبري المطلقات إيه؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا يأتي له بصيغة الأمر اللي هو الإنشائي ولكن يأتي له بصيغة الإيه؟ الخبر. هذا آكد للأمر. إزاي؟ لأن معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى أمر خلاص فصادف من المؤمنين به امتساله خلاص والامتسال طبق في كل الجزئيات حتى اصبحت لا تشز عنه حاله من الايه فصار واقعا يحكى فصار ايه مش تكليفا يطلب واقعا يحكى. ما دام بقى واقع يحكى كأن المساله بقى التاريخ دلوقتي. المطلقات يتربصن ويجوز أن تأخذ الأمر على أن ربي قال المطلقات يتربصن بأنفسهن كلام خبري. وقلنا في الكلام الخبر أنه يحتمل الصدق والإيه والكذب وربنا قال كده. فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم ده واللي عايز يبرز ربنا بقى كذابي ما يبرزوش ما يقولش ما يعملوش. شوف إزاي الإلزام الزام التكليف. يبقى هنا خبر ولا لا؟ هنا والمطلقات يتربصن اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زي ده عندهن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ده كلام خبري. نقول لا ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي. ولكن ربنا بيقول القضيه لازم تكون كده القضيه تكون ايه كده الخبيثات للخبيثين. يعني انا أريد أن يكون الخبيثات للخبيث والطيبات للطيب. مش معنى ذلك أن الواقع يبقى كده. الواقع يكون كذلك إن أطعتم ربكم ولا يكون كذلك إن عصيتم إيه زي حكاية إيه من دخله كان آمنا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. شوف بقى كلمة يتربصن ما معنى التربص؟ تربص الانتظار كده قال لك إيوه لأنها مطلقة ومعنى مطلقة أنها مزهود فيها
انها ايه؟ فتتربص ان العده بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويروح واحد تاني يتجوزها. شوف والمطلقات ايه؟ يتربصن بانفسهن. وكلمه يتربصن بانفسهن، طب ما المطلقات هم انفسهن؟ لا، كان النفس الواعيه المكلفه والنفس الاماره يبقوا في صراع. يبقوا ايه؟ في صراع. في صراع بايه؟ عشان ايه؟ علشان الوقت. يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه ايه؟ قروء. قروء يعني ايه؟ جمع قر او جمع قر. والقر او القر هو يا الحيضه يا الطهر اللي بين الحيضتين. يا الحيضه يا الطهر اللي بين الايه؟ اللي بين الحيضتين. هنا لما قال ثلاثة قروء بين على أنه يقصد إيه؟ الطهر ولا الحيضة؟ الطهر، لأنه إيه؟ مدام قال ثلاثة يبقى بالتاء، وإحنا نعرف أن التاء دي تبقى مع المذكر ولا تجيش مع مين؟ مع المؤنث. الحيضة مؤنثة، مفهوم ولا لا؟ ودي تبقى إيه؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى ثلاثة إيه؟ قروء، يعني ثلاثة أطهار متوالي. العلة في ذلك ايه؟ العلة استبراء الرحم. استبراء الرحم، وايضا اعطاء مهلة يمكن يحصل في النفس الايه؟ شيء من المراجعة، شيء من الايه؟ وتقعد تتكرر مرتين، وبعدين في الثالثة تبقى ايه نهاية؟ ما دام ثلاث مرات دي تبقى مسألة مش ما فيش فيها فايدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. شوف انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. خلق الله في أرحامهن، ما معنى الخلق؟ الخلق إيجاد شيء كان معدوما. إيجاد شيء كان معدوما. هذا الشيء الذي كان معدوم إما أن يكون حمل، يعني حبلت، وإما أن يكون حيض. برضو الحيض ما كانش موجود وحي إيه؟ وحيطوجي. الحمل عدته حتبقى الطلاق، ولا إيه يأسنا إيه؟ من المحيض إيه؟ من نسائكم. واللائي يئسن من المحيض ايه؟ من نسائكم. دي يبقى كام عدتها ايه؟ قال لك ثلاثة ايه؟ اشهر. واللائي لم يحضن كذلك، صغيرة لسه ايه؟ يبقى ادانا النظام العدة كام؟ ان كانت حاملا فعدتها انتضى حملها، وان لم تكن حاملا نشوف اهي آيسة، يعني بلغت سن القياس ما عادتش بتحيض، يعني لم تعد محل الحيض، او صغيره لسه ما وصلتش الى محل الايه؟ الى محل الحيض. يبقى تعدتها بالايه؟ بالاشهر. ثلاثه ايه؟ ثلاثه اشهر. لم تكن كذلك يجب عدتها الايه؟ بالقروء اللي هي الحيض او الايه؟ او الطهر. لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. كلمه لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها، شهادتها لنفسها هي اللي تقرر المسألة. قال لك طب وهي حتكتم ليه؟ أم قال لك مش صح أنها تحبل وعد ذلك تكتم ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل. طيب ولما لا تنتظر الى ان تضع الحمل تعمل ايه؟ اما قال لك تتجوز. اما قال لك طب ولما تتجوز تتجوز ازاي وهي حامل؟ اما قال لك ما احنا اصلا عندنا الغالب 9 اشهر، وفي ناس ب7 وفي ناس ب6، فيبقى الفارق ده كله ممكن ايه؟ اختلاف الحيض يجي. مفهوم الكلام؟ ما هو واحد يجي يقول الله هي تكتم في رحمها الولد ليه؟ قال لك لاجل انها تقول ايه؟ انا مانيش حامل. لانها لو انا حامل هنقول لها عودي بقى إيه؟ يمكن تكون حامل ليله ما اتطلقت مثلا، وبعدين تقعد بقى. قال لك لا،
تكتم وبعد ذلك تقول لك انا لما اتجوز يبقى جه ابن سبعه، جه ابن ايه؟ واحنا عارفين انها سته، سته اقل الايه؟ اقل اقل الحمل ايه؟ سته. ولذلك اذكروا القصه لسيدنا عمر وسيدنا ايه؟ علي. لما عمر جاءت له، جاء له فتاه قالوا انها ولدت لسته ايه؟ اشهر، فاراد ان يقيم عليها الايه؟ الحد. وبعدين جه ابو الحسن اللي هو الامام علي قال له لا يا امير المؤمنين، ست اشهر كيف؟ الم تقرا قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال ايه؟ قال يا اخي والوالدات يرضعن اولادهن ايه؟ حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. قال له هناك في ايه ثانيه وصل الانسان بوالديه حملته امه ايه؟ لا كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فجعل الحمل والرضاع 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، يبقى كام؟ 24 من 30 يبقى 6. قال له بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى إذن المسألة ممكن. طيب على الأول يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان إيه؟ ما تنتظرش المدة. والعلة في ذلك إيه؟ قال لك لأن معنى ذلك أنها إن تزوجت سيصير ما في بطنها ابن للزوج الجديد. وهو ليس ابنا، وهو حيترتب عليه إيه بقى؟ حيترتب عليه أولا إنه ما يرث من الأب الأول، مش كده ولا لا؟ وإن المحارم بتاعته مش هتبقى محارم، المحارم بتاعته يعني أخته منها مش هتبقى أخته، الله، من أبوه ما تبقاش أخته، الله، هتنقلب الموازين. وبعد ذلك يدخل على أنه ابن للرجل الثاني، وما دام بقى ابن للرجل الثاني يورث منه ولا ما يورث؟ عال يورث. وبعدين محارم الرجل الثاني هتبقى محارمه ولا لا؟ يدخل عليها بلا حق ولا لا؟ ويشوف عورتها بلا حق ولا لا؟ تبقى اتلخبطت المسألة ولا لا؟ إذن لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، عشان تفضل الأمور مبنية على طهر وعلى إيه؟ شرف، وعلى إيه؟ وعلى نظافة، وما فيش واحد يعتدي على حق الثاني. ولا يحل لهن أن يكتمن إيه؟ ما. طب وإفرض أنها كتمت الحيط عشان تطول أمدها مع مين؟ مع الراجل دي، تطول امده مع الايه؟ مع الراجل. ان كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر. اشمعنى قال ان كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر؟ قال لك لان دي مساله خفيه مش هيحكمها واضح من قانون، يبقى اللي هيحكمها ايه؟ حكمها عملية الإيمان. ولذلك قال لك الغيب لا يحرسه إلا غيب. الغيب ما يحرسوش إلا غيب بقى، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذا ما دام شيء غايب يبقى الغيب اللي هو ربنا بقى اللي ما هو ده اللي يعني. هو ده اللي يحرسه. مؤمنا بالله واليوم الإيه؟ الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في أثناء التربص. البعولة اللي هي الإيه؟ جمع بعل، والبعل هو الرب والسيد والإيه؟ والمالك والزوج. يقال بعولة وتريد منها المصدر، بعولة وتريد منها الإيه؟ المصدر. وبعولة جمع إيه؟ جعل. بعولتهن قوله أحق بردهن، يبقى ما هيش المصدر بقى، يبقى الزوات التي يتأتى منها إيه؟ التي يتأتى منها هذا بالرد. كلمة وبعولتهن أحق بردهن، كلمة أحق دي تفيد أن ناس تانيين يشاركوه في الإيه؟ في الرد. نقول له كلمة أحق دي قالوا أنها جاءت على غير قياس في أفعل التفضيل، لأن ما فيش حد له حق إلا هو. يعني كأنه يقول الرد في القروء دي، ما دام لسه العدة بتاعتها، الرد من حق الزوج، فليس للزوجة أن تقول لا، وليس لولي الزوجة أن يقول لا، ده حق الزوج يرد كده بينه وبين إيه؟ وبينه وبين نفسه. لما تنتهي
نبقى نقول له لا ده انت عايز ولي بقى وعايز جواز تاني، يبقى الكلام لها رأي ولوليها ايه؟ ولوليها رأي. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ان ارادوا اصلاحا، طب وان لم يريدوا ما لهمش حق انهم يردوا؟ ام قال لك ان اراد اصلاحا، الارادة عمل غيبي ايضا، مش كده؟ فكأن دي تهديد لهم هم، تهديد ايه؟ يقول لهم، يقول لك التشريع يجيز لك ان ايه؟ انك انت ترده، انما ان كنت تبغي بقى الضرر يبقى دينيا مالكش ترده، وان كان قضائيا لك انك ترده. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ قضائي، وحاجه اسمها ايه؟ ديني. يبقى ساعه ما تكون المطلقه في عدتها لزوجها ان يردها، كلمة إن أرادوا إيه إصلاحا، نقول له لا، إن أرادوا إصلاحا دي إن كان يريد أن يردها ردا دينيا، إنما قضائيا ما يقدرش حد يقول له أنت ما تريدش إصلاح، لأن دي مسألة خفية ما حدش يقدر يعني. فبينك وبين ربك إن كان كده يبقى أعلم أنها لا تحل لك إن كنت تريد أن تردها للضرار، إن كنت تريد أن تردها للضرار. إن أرادوا إيه إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للإيه؟ للزوجات. مثل الذي عليهن بالمعروف. إيه اللي لهن ومثل الذي عليهن؟ المثلية هنا بقول لك المثلية بس في الإيه؟ في الجنس، إنما مش ضروري. يعني افرض إن هي بتغسل لي الهدوم، أنا أروح أغسل لها الهدوم مثلا؟ مثلا يعني لا، مش يعني في الجنس، أنت تقدم لها خدمة وهي تقدم لك إيه؟ وهي تقدم لك خدمة، لأن الحياة الزوجية مبنية على إيه؟ على توزيع المسؤوليات. توزيع الإيه؟ المسؤوليات. معنى توزيع المسؤوليات، إحنا قلنا ده هذا الكلام في حين قوله إيه؟ لتسكنوا إليها. وقلنا أن السكن إلى شيء يقتضي التحرك. معنى لتسكنوا إليها يعني إيه؟ يعني أنتم متحركين، وبعدين تيجوا ترتاحوا عندي. تيجوا يبقى اذا لك الحركة، مش كده؟ وهي تعمل ايه بقى؟ تهيئ لك ايه؟ حسن الاقامة، تهيئ لك جمال العشرة، تديك الحنان، تديك العطف، تديك البسمة، كل دي شغلتها هي. يبقى انت لك مجال وهي لها ايه؟ وهي لها مجال. ولهن ايه؟ مثل الذي عليهن ايه؟ بالمعروف. فكأنها مسائل موزعة، حق هذا حقك واجب على غيرك، وحق غيرك واجب عليك. وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن ايه؟ درجة. درجة الولاية. درجة الايه؟ الولاية. درجة الولاية دي معناها أن كل اجتماع لا بد له من قيم. كل اجتماع لا بد له من قيم. القيامة دي مسؤولية ولا مش مسؤولية ولا أمارة؟ هي مسؤولية. اللي بياخدها أمارة ده يبقى موضوع تاني، إنما هي إيه؟ هي مسؤولية لتنظيم الحركة. مسؤولية لتنظيم الحركة. يبقى ما فيش فيه غضاضة إنك أنت تأتمر بأمر الست فيما يتعلق بمسألة الست. ما يقولش ما تقولش بقى أنا قوام. أنت قوام لك مجالك، وهي لها مجالها. وهي لها مجالها. والدرجة التي أنت من أجلها رفعت عليها أنك قوام أعلى في الحركة الإيه؟ وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان. دوك قال المطلقة. طب المطلقة دي ايه ده؟ ده بتكلم عن العدة. ام قال لك والطلاق بقى؟ الطلاق ده مأخوذ من التحرر، الانطلاق. فكأن الطلاق حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح، مش كده؟ طلاق حل ايه؟ حل عقدة النكاح. ادي معنى الايه؟ معنى الطلاق حل عقدة النكاح. واحنا قلنا ان عقدة النكاح دي العقدة التي جعلها الله عقدا مغلظا، أو الميثاق الغليظ. حين يأخذ الله ميثاق الإيمان ما سماش ميثاق غليظ،
ميثاق الإيمان ما سماهش إيه ميثاق، إنما ساعة الميثاق في الزواج قال إيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كلمة ميثاق غليظ ليه؟ لأنه أباح لبعضنا عورات بعضنا. ميثاق إيه؟ ميثاق غليظ. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب في الناس حل المشاكل بأيسر الطرق، حل المشاكل بأيسر الطرق، حل المشاكل بأيسر الطرق. قال لك إحنا سنجعل حل عقدة النكاح ليست أمرا جذريا كما كان النكاح أمرا جذري. في النكاح قدناها على طول كده بكلمة مش كده، ساعة ما نيجي نخلص العقدة ما نعملهاش جذري. ليه؟ قال لك لأنك حين تدخل في الأمر أنت دخلت بعد أن كل أمورك مدروسة، كل أمورك مدروسة، لكن في عملية الطلاق أنت لا تملك أغيار نفسك، يمكن لأهون سبب ولشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في مسألة حل هذه العقدة. فقال الطلاق مرتان، ومعنى مرتين يعني مرة ومرة، وبعد ذلك ما الكلمة ثلاثة فين؟ ما هو سؤل النبي قال البولون أنتم بتقولوا الطلاق ثلاثة هنا مرتان، فأين الثالثة؟ فقال له الرسول وقد تبسم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. إمساك بمعروف أو تسريح، فكأن الطلاق مرتان يعني لك في مجال اختيارك طلقتان للمرأة، إنما التالتة بقى ما تبقاش بتاعتك، مش لك بقى. ليه؟ لأنها ستبين منك بينونة مش صغرى، بينونة إيه؟ بينونة كبرى. فأنت لك مرتين اتنين. وبعد ذلك حين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويفرع في مسألة أمرين متقابلين، ما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى حين يأتي فيفرق أمر ثالث، يبقى دليل على أن ده له زمن وده له زمن ولا لا؟ وإلا لو أنه كان الثلاث دفعة واحدة فكيف يأتي له طالق ثلاثا؟ طب إيه إزاي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تيجي إزاي دي؟ ما تجيش إلا إذا كان الزمن إيه؟ يبقى مرة ها؟ ومرة وبعدين يبقى صالح لأن تمسك أو إيه؟ أو أن تسرح بإيه؟ أو. ولذلك الآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق الثلاث ما يقعش ثلاثة، طلاق الثلاث ما يقعش إيه؟ ثلاثة. سيدنا عمر عملها كده شيء تأديبي، إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه إيه؟ فلو أمضيناه عليهم ممكن يكفوا، ما كفوش يا سيدنا عمر، ما كفوش. تبقى مسألة إيه؟ وصفت الطلاق بضرب من الإيه؟ بضرب من الإيه؟ من الشدة. يبقى الطلاق مرة، وحكمة توزيع الطلاق على المرات علشان نعطي فرصة. إعطاء الفرصة لا يتأتى في نفس، لا يتأتى. وساعة تجد التشريع يوزع أمرا يجوز أن يحدث ويجوز أن لا يحدث، يبقى لازم تعمل فصل إيه؟ فصل زمني فاصل. ولذلك بعض المتشدقين اللي عايزين يبررون للناس تهجمهم على منهج الله، لما يجي يقول لك لا ما فيش تعدد، ده ربنا حكم بان ما يمكنش التعدد بتاع الزوجة يجي، ليه يا اخوي؟ ام قال ايه؟ لانه هو حكم باننا لا نستطيع ان نعدل، حكم باننا ايه؟ لا نستطيع، مش قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا؟ نقول له لا، اقرأ اكمل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، فرع فقال ايه؟ فلا تميلوا كل الميل. يبقى اذا النفي ما دام فرع عليه يبقى لغي ولا ما لغيش؟ يبقى لغي. يبقى ايه؟ كذلك هنا
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو إيه تسريح بإحسان. نقول له ما دام الإمساك وتسريح وقال مرتان مرة والمرة معناها فعل في زمن وفعل في زمن وهو الذي يتناسب مع إيه مع حلقات التأديب والتهذيب، وإلا فالطلاق الثلاث يبقى عملية قسرية واحدة وليس فيها لا تأديب ولا إيه ولا إصلاح ولا تهذيب. هذه المسألة الحق سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لأن المفروض في الزوج أن يدفع ثمن البضع اللي هو المهر، فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره إيه شيئا، لكن استثنى هنا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح فيما افتدت. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجا إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا الإيه هذا الضرر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويشرح يقول ما دام خاف ألا يقيم حدود الله يبقى نقول لها يا امرأة افتدي نفسك بشيء من مال على شريطة ألا يزيد عن المهر، على شريطة ألا يزيد عن الإيه ألا يزيد عن الإيه عن المهر. ولذلك كانت الحادثة بتاعت جميلة اللي هي أخت عبد الله بن أبي حينما كانت عند ثابت بن قيس ذهبت إلى رسول الله وقالت له أنا لا أتهمه لا في دينه ولا في إيه خلقه ولكني لا أحب الكفر في الإسلام. إيه لا أحب الكفر في الإسلام؟ قال لك لأنها إن عاشت معه وهي تبغضه مش هتؤدي إيه مش هتؤدي حقه، ويمكن ده بقى الكفر المراد به كفر العشير، انهن ايه يكفرن الايه يكفرن العشير. طب اما الايه ما دام لا تتهم لا في دين ولا في خلق، قال لان في معاني ثانيه عاطفيه، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلم منها ذلك فقالت لقد رفعت الخباء ستر الخباء فوجدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأكثرهم دمامة. خلص نفسي انقفلت من ناحية نفسي. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وأزيد. قال لا لا حاجة بنا إلى الإيه الزيادة، ولكن يكفي أن ترد علي إيه حديقته. فردت الحديقة اللي بيسموه الخلع بقى، أن تخلع المرأة نفسها من زوجها التي تخاف أن لا تؤدي له حقا من حقوق الزوجية، إنها تخلع نفسها منه بمال. هذا المال هو قدر ما إيه ما أداه حتى إيه لا يكون قد أصابه ضرر من ناحية أنه عايز يتجوز ثاني ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إيه شيئا اللي هي ربنا إيه قنطار، وآتيتم إحداهن إيه قنطار. نعم. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يخاف الزوجين، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يبقى هنا المجتمع له دخل، ولي الأمر له دخل، الأولياء لهم إيه لهم دخل. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد تكلمنا عن الحدود وتعديها وعن الحدود والقرب منها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.